ولمزيد من المتابعه ينضم الينا هاتفيا دكتور عمرو صالح، استاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق. دكتور عمرو، بعد التحيه، كيف ترى زياره سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي لارمينيا، خاصه وانها الاولى من نوعها لرئيس مصري منذ استقلال ارمينيا، ودلاله توقيت الزياره؟ خليني الاول اتكلم على غير تقليديه الزياره وغير تقليديه الدول. يمكن السيد الرئيس له زيارات كثيره الى اوروبا، الولايات المتحده، روسيا، لكن له زيارات ذات خصوصيه لدول صغيره. كان البعض بيتساءل لماذا يذهب الرئيس الى فيتنام على سبيل المثال، او لماذا يذهب الى اذربيجان او الى ارمينيا. هي زيارات الرئيس ليها بعد استراتيجي، سواء كانت هذه الدول ذات ثقل اقتصادي او ذات ثقل سياسي. الحقيقه اذربيجان وارمينيا من الدول اللي بتحقق نسبه نمو اقتصادي كبير في الفتره الاخيره، اذربيجان بالذات. اذربيجان استقلت عن الاتحاد السوفيتي وعندها مكامن اقتصاديه كبيره جدا، بتحقق نسبه نمو اقتصادي كبير، عندها انفتاح في مجال السياحه، في الصناعه بالتحديد، انفتحت بشكل كبير جدا على العالم بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي. احد اللاعبين الخفيين في وجهه نظري، احد اللاعبين الخفيين في منطقة القوقاز. أرمينيا طبعا علاقتنا بها علاقة تاريخية وتقليدية، لكن خليني أقول لك على شيء يمكن يعني لا يذكر كثيرا، أن علاقتنا التاريخية بأذربيجان وبهذه المنطقة قديمة، يمكن من أيام صلاح الدين الأيوبي والمماليك، ولينا أو ليهم جذور تاريخية يمكن قبل الأرمن حتى في مصر. وبالتالي هذه الزيارة هي مد جذور تاريخية موجودة منذ مش 50 سنة ولا 100 سنة، لا، منذ 500 عام في الدولة المصرية، وتجديد هذه العلاقات بشكل طبعا يعني يثمر عن منفعة مشتركة بالتحديد في المجال الاقتصادي وفي الصناعة وفي السياحة والثقافة. وشفنا اتفاقات التعاون اللي وقعها السيد الرئيس مع رئيس الأزيري، اتفاقيات تعاون الحقيقه مهمه في مجالات غير التقليديه، الثقافه بالتحديد، مجالات الحقيقه هتفتح افاق يعني مش بس اقتصاديه، لكن وهو ده الاهم، الافاق الشعبيه، التعاون الشعبي والتعاون الثقافي. عندنا جاليه من اذربيجان في الازهر الشريف، علاقاتنا الاسلاميه الثقافيه العلميه قديمه جدا مع اذربيجان. النهارده مد الزياره الى ارمينيا، اول زياره لرئيس مصري الى ارمينيا، طبعا ده حدث كبير. يمكن لو تتابعي الدوائر الارمينيه هناك اهتمام، وهناك يعني توصيف من الرئاسه الارمينيه بانها زياره تاريخيه. صحيح، هناك سعاده في ارمينيا بزياره اول رئيس مصري لارمينيا منذ استقلالها، رغم ان العلاقات او الجاليه الارمينيه طبعا احنا يعني لا داعي لذكر اسماء الممثلين والكتاب والمفكرين والقادة والذين عملوا على تنمية الفكر المصري سواء من أرمينيا أو من أذربيجان خلال المئة سنة الماضية، قادة كبار طبعا كلنا نعرفهم. وبالتالي العلاقات الأرمينية ممتدة جذور، النهاردة فرصة جديدة لتنمية هذه العلاقات وتجديد هذه العلاقات. وخليني أقول لك نقطة كمان، أنا في وجهة نظري ان في بعد استراتيجي يمكن لا يذكر كثيرا في هذه الزياره. يعني انا بعتقد ان قد يكون الصراع القادم، ولذلك اهميه تواجد مصر في هذه المنطقه بجانب تواجد تركيا وايران والقرب من روسيا، اهميه التواجد الاستراتيجي السياسي الاقتصادي لمصر في هذه المنطقه، لان انا بعتقد ان قد يكون الصراع القادم في هذه المنطقة بالذات ما بين أرمينيا وأذربيجان، ولذلك وجود الرئيس المصري قد يكون يعني أحد الدلالات على أن مصر قريبة من هذا النزاع، مستعدة لتقديم يد العون ويد السلام، كما تمد يد السلام دائما والتوسط في النزاعات الإقليمية سواء في أفريقيا أو سواء في مناطق كثيرة. فمصر متواجدة بحكم ثقلها، بحكم تاريخها، بحكم موقعها، بحكم مكانتها الاقتصادية والسياسية. والحقيقة نوع من الذكاء الكبير، وأنا يعني بأكد على السياسة الدبلوماسية الاقتصادية المصرية التي تنتهج من قبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الثمان سنوات الماضية. هناك رؤية جديدة للعلاقات الدبلوماسية الاقتصادية المصرية، هذا التوازن وهذا الذكاء في أن تكون الزيارة ليس فقط لأذربيجان اللي ممكن يكون بيننا وبينها علاقات اقتصادية كبيرة، لكن ايضا لارمينيا باعتبارها الطرف الاخر او الجناح الاخر ل يعني الصراع او التوازن القوى الاقليمي في هذه المنطقه. فزياره الحقيقه فيها
كثير من الذكاء، كثير من مد الجسور للطرفين، وليس على حساب طرف واحد، حتى لا يفهم أن مصر تنحاز لطرف دون الآخر، لكن هناك محبة كبيرة، هناك تعاون كبير، وهناك انفتاح كبير. صحيح. في دكتور حضرتك سواء على الجانب الأزيري أو على الجانب الأرميني. بالضبط، حضرتك أشرت طبعا إلى الأبعاد الاستراتيجية والسياسية والدبلوماسية فيما يتعلق بهذه الزيارة، لكنك ذكرت في بداية حديثك أيضا ما حققته هذه الدول من تنمية اقتصادية سريعة في الفترة الماضية. في برأيك أبرز مجالات التعاون التي تنتظر فرص واعدة بين مصر وهذه الدول، وطبعا دول آسيا الوسطى بشكل عام في هذه الفترة؟ شوفي، أذربيجان وريثة للحكم الروسي، وبالتالي عندها قواعد صناعية سوفيتية قديمة هي بنت على هذه القواعد منذ فترة، وقدرت أنها تطور في القواعد الاقتصادية بتاعتها، وعندها طاقة صناعية كبيرة، عندها طاقة تصديرية كبيرة، عندها عدد كبير من الصناعات والقطاعات الصناعية، سواء في الصناعة التقليدية أو الصناعات الثقيلة بشكل أكبر كمان بالتحديد. أذربيجان مهتمة بالجانب السياحي، فتحت السياحة بشكل كبير في السنوات الماضية، ويمكن النقلة النوعية الحقيقة اللي عملتها أذربيجان حتى على مستوى العاصمة الجديدة وعلى مستوى جودة الحياة فيها تجعلها مصدر ملهم لنموذج التنمية. أما أرمينيا الحقيقة يعني متميزة في المجال الثقافي ومجال التعليمي وفي مجال العلمي، ويمكن عندهم جزء كبير في المخطوطات، وهناك تعاون في الجانب الثقافي وترميم المخطوطات والبعد الحضاري والثقافي، وبالتالي عشان كده أنا بقول إن الزيارة الحقيقة فيها توازن، سواء توازن في الجانب الأذربيجاني اللي بدأ يحقق نسبة نمو اقتصادي كبير جدا ومفتح بشكل كبير جدا في مجال الصناعة، مجال الصناعات بالذات الصناعات الثقيلة، نقول هي وريث للاتحاد السوفيتي، أو على الجانب الأرميني اللي أرمينيا بتتميز فيه بالجانب التاريخي والجانب الثقافي والجانب الديني، وعارفين أهمية أرمينيا كمان من الناحية الدينية وتواجد الجالية الأرمينية في كثير من دول الشرق المتوسط وبالذات في لبنان او في مصر. بالضبط، يعني هناك نوع من انواع التقارب المجتمعي، الممثلين والمغنيين والمفكرين المصريين من اصل ارميني اللي اثروا الثقافه والغناء ولا تزال هذه الجاليه في مصر بصوره كبيره، يعني لا تزال متواجده. هذا التقارب الثقافي والمجتمعي بالتاكيد يدعم بشكل كبير جدا التقارب السياسي والاقتصادي. طبعا، يعني انا مش عايز اقول انوشكا ولبلبة ونيلي، يعني عندنا ومئات من الكتاب بالمناسبه والاطباء الارمنيين الموجودين في مصر، وليهم شكل وطابع، والحقيقه لا تشعري انهم غرباء، بالعكس جزء من النسيج المصري اللي قادر خلال سنوات من السنوات الماضيه بالانفتاح والمحبه والانفتاح على كل الثقافات وعلى كل الشعوب ان يجعل مصر وطن له. ولذلك انا بقول لك لو نتابع الدوائر الارمنيه هناك ترحيب، هناك مش بس ترحيب، هناك سعاده حفاوة في ارمينيا، في سعاده مش بس حفاوه، في سعاده في ارمينيا بوجود السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتباره اول رئيس مصري يزور ارمينيا، لكن سعاده وفي اللي بنسميها النوستالجيا او في نوع من الحنين او العوده. هناك كثير من الاحاديث التي قيلت في ارمينيا بالتحديد، لو تابعتي الدوائر الصحفيه الارمنيه بالتحديد هناك كثير من التحليلات عن الجاليه الارمنيه وكيف استقبلت مصر الجاليه الارمنيه بعد الغزو التركي وبعد الاحداث التركيه المؤسفه التي حدثت في ارمينيا، واستقبلت ارمينيا واستقبلت مصر جاليه ارمنيه كبيره زي ما استقبلت لبنان جاليه ارمنيه كبيره، لكن في مصر الحقيقه كان ليها جزء كبير ونصيب كبير من الاشعاع الادبي والثقافي. وعشان كده انا بقول، برجع تاني اقول، هناك ذكاء في توازن زياره السيد الرئيس لهذه المنطقه بان يزور كلا من اذربيجان وارمينيا، وطبعا احنا عارفين الخلاف او العداوه للاسف اللي موجوده بين الدولتان، واللي ارجو الا تصبح هذه المنطقه الصراع، وانا لا اعتقد يعني انا لا احبذ، لكن يعني ارى ان قد تكون الصراع قادم في هذه المنطقه، يغذيها الغرب كما يغذي اوكرانيا
الحرب في روسيا قد يعني يحدث صراع، وبالتالي تنضم أوكرانيا إلى الجزء الغربي وأذربيجان تقليديا منضمة إلى الجزء الشرقي وروسيا. فأرجو أن لا تكون أرمينيا وأذربيجان مصدر الصراع القادم، لكن على أي حال أيا كانت الرؤية، ولا نأمل أن تكون هذه الرؤية صحيحة، التواجد المصري اليوم، التواجد المصري متمثل في رئيس جمهورية وليس في وزير أو في لجنة مشتركة، التواجد المصري متمثل في زيارة زعيم عربي كبير لدولة كبيرة. بالإضافة لما تشير إليه حضرتك دكتور عمرو، أعود معك لتوجه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو دول آسيا الوسطى والحرص على توطيد العلاقات معها في ضوء السياسة الخارجية لمصر، والحقيقة أنها تعد سياسة منفتحة على مختلف دول العالم وليس دول بعينها. صحيح. أنا يعني كنت قلت سريعا هذه النقطة في البداية، ويمكن قلت ان السيد الرئيس كان ليه زيارات لعدد من الدول او بعض الدول، الهند على سبيل المثال، فيتنام على سبيل المثال، والبعض كان يتساءل لماذا يذهب الرئيس الى دوله مثل فيتنام، يعني ما علاقتنا بفيتنام هذه الدوله الصغيره؟ لكن الحقيقه في كل مره هناك ملف، وهناك فكره، وهناك درس، وهناك رؤيه للتعاون مع هذه الدول. الدبلوماسيه المصريه، وانا يمكن اشرت الى ان هناك توجه جديد في السنوات الماضيه لدبلوماسية اقتصادية مصرية جديدة بدأت تظهر بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدول صغيرة زي فيتنام، أو زي دول يعني تقليديا يمكن ما ظهرهاش رؤساء كثير في الفترة الماضية زي الهند على سبيل المثال، ثم اليوم أذربيجان، ثم أرمينيا. وهذا يدل على أن السياسة المصرية أو الاستراتيجية المصرية أو الرؤية المصرية منفتحة على جميع المدارس الاقتصادية والسياسية في العالم. وأن يذهب رئيس جمهورية قوي، رئيس جمهورية له صيت، زعيم عربي مثل الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى هذه الدول، بتعمل صدى، وعمل صدى كبير زي ما عمل في فيتنام وزي ما عمل في الهند. شفنا زيارة الرئيس إلى الهند ومدى الحفاوة اللي قوبل بها السيد الرئيس. صحيح. في الهند شفنا اليوم السعادة، مش عايز أقول حفاوة، لا، في سعادة في أرمينيا بالذات لزيارة السيد الرئيس، دليل على ان الاستراتيجيه المصريه او الدبلوماسيه المصريه لديها اليوم رؤيه جديده بالانفتاح على المدارس المختلفه وعلى الدول المختلفه والتواجد في كافه المناطق التي يمكن ان تشكل نقاط استراتيجيه، سواء كان نقاط جذب او سواء كان نقاط صراع، فتتواجد فيها الدبلوماسيه المصريه لتكون مصر دائما متواجده باستقبالها سواء الاقتصادي او السياسي. والحقيقه يمكن دي نقطه لابد ان نشير ليها، الى الرؤيه الجديده منذ سنوات للدبلوماسيه الاقتصاديه المصريه في التواجد في زي ما حضرتك قلتي في كافه المناطق، وفي حتى دول غير تقليديه يمكن ان تشكل مصدر الهام او مصدر تعاون مع الدوله المصريه. بشكرك شكرا جزيلا دكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي ومستشار البنك الدولي السابق، شكرا جزيلا لك.